أهلا وسهلا، مرحبا بكم من أي بلد؟ هذا مكتب استشارات المعتمد بكندا والمرخص لهم طرف الحكومة الكندية والكيبيكية. كنرحب بكم من أي بلد وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى أنكم تكونوا كديروا الإجراءات باش سواء العمل أو الدراسة أو الاستقرار أو الحاق بالعائلة ولا حتى الاستثمار. راه كاينين برامج كثيرة وكثيرة للعمل والهجرة كندا، راه ماشي كاينة الدراسة والعمل، كاينين برامج أخرى الناس كنظن راه كنتكلموا عليها مرة مرة. حاليا الحديث كيكثر كثيرا أن كندا عطات واحد السهولة، إن سو بلاس قولوها سهولة شوية، ماشي بديك الطريقة ولكن شوية، عطات داك لو طو داكسبتاسيون ديال لي فيزا فيزيتور. بعض الدول بزاف كيدخلوا، كثير كيدخلوا، حتى من المغرب، الجزائر، تونس، كاينين الناس جاو من الأردن، كاينين الناس من مصر، كاين لبنان، كاين دول، كاين كنظن موريتانيا حتى هي شوية دول، كنتكلم الدول العربية. أما الأفارقة تاعهم الدول الإفريقية كيدخلوا، سيرتو كاميرون، السنغال كيجيو، ودول أخرى. الشيء علاش الناس اللي كنتي كتسمع بحال هاد لي فيديو وعندك إقامة شرعية، يعني راك كتشتغل في شي دولة، في تركيا مثلا كنشوف الناس كيتكلموا معايا من تركيا، راه ممكن تقدموا على تأشيرة فيزا فيزيتور، ممكن حضور. جرب حدك لفك دائما الشروط المناسبة، ماشي شروط تعجيزية اللي كانت قبل، راه كاين واحد التسهيلات كبيرة. لكم مثال، كان قبل ما كانش واحد مثلا كيربح في الصالير ديالو، في الاجره ديالو، واحد المبلغ في السنه، في الشهر مثلا، كمثلا نقولوا 1000 اورو، باش الناس تفهم الاورو، ما نهضرش على المغرب ولا غيره. 1000 اورو كان صعيب باش يعطوك فيزا فيزيتور. دابا الناس كدوز على المرات 500 600 اورو، 500 اورو 500 اورو، باش عارفوا الفرق. كان قبل ما عندكش واحد الرصيد كبير في البنكة، يعني كبير صعبة مثلا، انا كنشوف سو كونديسيون، هادشي كتقول دي زيبوتيز، كنقول مثلا ما كانش عندك 15000 اورو ولا 20000 اورو، كان صعيب شوية. دابا كيدوزو ب 4 4000 اورو، 3000 كيدوزو، ما كنهضرش على صحاب لي زانفيتاسيون لي بيرجومون، داكشي ما كنهضرش، كنتكلم على واحد توريست جاي راسو كيعرف حتى شي واحد في كندا. انا باش كنقول لكم راه كاين شويه تسهيلات، لا لا اتكلم من فراغ، هادو لي دوسي كندوزو، سافي با ان غادي يعطوك 100% نو، ولكن كنشوفو لو طو داكسبتاسيون والدوسي كيفاش كيمشي. تقدموا ما خسرتو والو. كاينه حاجه اخرى دائما كنقولها، راه كان دابا قبل الفيزا بالنسبه للمغرب بزاف الناس كيتكلموا بشرى ساره كندا للمغاربه بدون تاشيره. فو فو فو، راه باقا بالتاشيره بالفيزا، ها هي دارت واحد عاوتاني واحد التسهيلات، عطات واحد المسيات، ان افونتاج بور لي ماروكان، سي تو. الشروط راكم عارفينها، خص تكون عندك 10 سنين، 10 سنين الاخيره تكون عندك فيزا، وخا تكون اكسبيري كيعطوك افي او، ها واحد، ولا عندك فيزا ديال الميريكان نون فيزيتور كيعطوك افي او. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد الشرطين، الجوج دو كونديسيون، وي خصك دير لا دوموند فيزا نورمال، وفو سويفغ لي بروسيدور كما يجب، باش نحيدو هاد المالونتوندي ولا اللبس، ولكن اللي كيركب على الموجه، لان هي هادي اللي كنحضر الناس منها، فوس انفورماسيون. راه في كندا كريمينال، ولكن كنظن في دول اخرى راه كريمينال، انه ما يمكنش تعطي شي واحد يسمع بحال هذا الكلام ويمشي يتبعك ويبدا يدير في هاد الامور، في الاخر كيلقاها بالفيزا. نو، راه باقا بالفيزا. ومني تجيو هنا كنقولها دائما بالنسبه للناس اللي العمل راه موجود، كاينين مناصب شغل، كاينين دي بوست فاكون كيف كنقولوا، مناصب شغل شاغره موجودين في جميع الميادين، كاين واحد الاقبال كبير جدا. ولكن كتسمعوا كنقول ولكن، راه ماشي يعني انا متشائم، انا كنقول الحقيقه، راه ماشي اي مشغل غادي يشغلك بصفتك انت اجنبي. ما تنساوش واحد القضيه، راه كتبقى اجنبي في نظر القانون ديال كندا،
سمحوا لي، راه كتبقى اجنبي، خص مشغلون كيكون عندهم الاكسبيريونس ودرايه بهذا الامر. اولى خصو مكتب تشغيل كينوب على ينوب عليك باش يتواصل مع هذا المشغل. راه المشغلون هنا ما كيفهموش هاد الامور ديال القانونيه وداك الشيء، ما كيفهموش وكيخافوا وما كيبغيوش يدخلوا في هذه الاجراءات المعقده. والاكثر غادي نقولها لكم صراحه، بالنسبه لي انت اجنبي ما كيعرفكش، راه ينفو كيعرف الستاتيو ديالك il vire à 90%. صافي كي اكثريا شي كان الناس راه كيعيشوا هنا وي فو با سوليسيتي، راه ماشي غدا الدور على دق عليهم الباب ودخل لي كومباني خدموني خدموني. اون في با سا، راه كاين شي بلايص ما كيبغيوش بهاد الامور هادي. راه كنعطيكم واحد النصيحه، بحال لي كومباني لي زونتربريز لي بارك كاسمو اندستريال، راه ما يمكنش تجيو تم غادي عندهم بلا رونديفو بلا والو وبدا هذا السي في ديالك وكتدق عليهم، سا سفي با، راه ما كتعملش. راه كاين اللي كيقدر يعيط لك بونك، يعيط لك البوليس بهذا المعنى، سيرتو في المناطق اللي كتكون بعيده على مونريال. داكشي في سون با ابيتوي، راه كنعطيكم نصيحه قانونيه. هذوك الناس راه كاين اللي ما مولفش ان واحد جاي عنده ما كيعرفهم والو، ما داير معاه لا رونديفو، داخل ليه التيران بريفي ديالو وهاز وانت فيزيتور. واحد ما عندكش الحق انك جيتي لكندا دخلتي من المطار سولك داك الديواني بون واش جاي دير هنا، مرحبا انا جاي توريست، بارفي مرحبا بك بيانفوني كندا، هو القانون. اي ولكن انت ملي دخلتي وليتي كتمشي تدق على لي زونتربريز وكتدق على كدور عليهم، سيبوزون وقعت لا قدر الله شي اعتقلوك، جاو البوليس لان هادو كيعيطوا لهم 10 دقائق 15 كيكونوا عندك، 10 دقائق كيوقفوا لك غيسولوك شنو واش كتعمل هنا، علاش داخل هاد لو تيغان بريفي، وعلاش شكون كنت عشان تقول لهم انا راه جاي فيزيتورز ولكن راه باغي نخدم. شوف انا غادي ندفلو، ما كنخلعكمش لكن كنعطيكم نصيحه بلاتي احسن، راه كاين طرق قانونيه يفو با سوليسيتي. ودائما كنقول راه في القانون هادي راه يفو فيغ اتونسيون لانتيغي باش دخلتي كندا، راه يتابعوك بهاد الكلمه اللي كنقول لانتيغي، كتولي فيها فوس ديكلاراسيون من بعد. طرق قانونية ممكن، كاين المكاتب بحالنا حنا، حنا كنوبو عليك وي، حنا كنبروبوزيو عليك، احنا كمكتب راه حنا براسنا مشغلين، راه عندنا نيميرو دومبلوايور، الناس كنظن بزاف ما عارفينهاش، راه حنا مشغلون، مشغلين، سمحوا لي في الفرق في المفرد. راه انا براسي هذا المكتب راه مشغل، عندنا بيرمي ديال مشغل نيميرو دومبلويا في لا سي ان او وفي فيدرال. علاش كنقول هذا الكلام؟ يعني حنا ضمنيا بحال كنتكلفوا بك وكنحميوك قانونيا، والا بغيتي قانون هو هذا، حنا كنبروبوزيو عليك، حنا كنسوليسيتيوك، ماشي انت كتسوليسيتي لومبلويور، حنا اللي كنسوليسيتيوك، هذا هو القانون. سي فغي، حيت كاينين شفت انا ناس كفاءات دازو عندي من هنا فريمون دي بروفيل اكستراوردينار، خذوهم دي 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 زونتربريز، منهم واحد شركه كبيره، انا شفت واحد السيد من الجزائر نظن تري بون تكنيسيان، خذوه واحد الشركه كبيره في كيبيك ما غاديش نقول السميه ديالها، وخذوه بسالير زعما كاين امبيكاب، كنهضرو ب 28 ولا 27 دولار الساعه باش خذوه فيزيتور، ماشي جاي من الفيزيتور. ولكن البروفيل فرونسي امبيكا بروفيل كلشي كاين. شفت واحده اخرى اون فيرم دو كونطابيليتي مغربيه، فيرم دو كونطابيليتي فيزيتور، ولكن بروفيل امبيكا. ملي كنقول امبيكا ماشي بون، امبيكا خذوه، وحنا راه في طور الانجاز ديال لي بروسيدور وداكشي ديال لو ام تي سي اكي وداكشي، يعني هادو راه ماشي دي بتي زونبلويور، راه دي زونبلويور عندهم دي شيف دافير ديالهم. ملي كنقول شركه ديال الحليب في كيبيك، راه كنظن الناس عايشين هنا عارفه شنو هي شركه ديال الحليب، موزع في كيبيك كلها. بون كاينين طرق ولكن خصكم تردوا البال. الطريقه الاخرى كاين الناس اللي كيقدم قبل ما يجي سيت انترنت وداكشي على
اول حاجه لي سيت انترنت انا كنصحكم تواصلوا مع لي كومباني ديريكتومون، يفو سيبلي هذيك لي كومباني لي زونتربريز وتواصلوا معاهم. اما باش تقول لي انديد ودوك الانديد راه سي با ان امبلوير، كيشي امبلوا سي با ان امبلوير. انا براسي والمكتب ديالي كنحطو فيه بعض المرات دي زوفر دومبلوا بور لا فور جيريديك، سمعوها مزيان اسبي ليغال. انديد سيت بحال كتقولوا افيتو في المغرب مثلا، كتحط فيه بغيت تبيع السياره ديالك كتقلب، سي نورمال راه سي با ان امبلوير، اي اكزيست با سي فيرتويال. انا كنظن ومن رايي خصكم تواصلوا مع الشركات مباشره، دخل السيت ويب ديالهم وتواصل معاهم. انا كنعطيكم نصيحه ولا مكاتب تشغيل مرخصه معتمده، لان كيف كنقول لكم راه هذوك لي زومبلوير ولا غيرهم راه خصو فيلتري، خصو يعرف مع من كيتعامل وشكون كنت هو، يقلب له ديك الوراق ماشي هو اللي عمل هادشي. كاين لي زومبلوير ما كيبغيش يبان، ما خصكش تعرفو فين كاين وداكشي باش ما تسوليزيتيش، باش ما تصدعوش بمعنى الدارجة، وداكشي ما تصدعوش داش تعيط ليهم دا دير ما كيبانش، عمرو ما يعطيك لي زانفورماسيون، كيدوز على طريق مكتب هجرة معتمد وعمل واستشارات. هذا راه كنهضر معكم بالقانون ديال كيباك ديال كندا، ما تجيكمش غريبة تقول وي سي كوم سا لي زومبلوار، سيرتو لي زومبلوار كيكونوا سونسيبل شوية كيبغيوش، وعمرك ما تغيب تعرفوا عدو زونتروفي لا بروميير فوا حتى دوزيام فوا حتى كيأكسبتك، غادا باش كيعطيك كنعطوك لي زانفورماسيون ونعطيوك المعلومات ونشرحوك انك صافي دخلتي معنا في البروسيسوس ديال لومبوش، يعني التشغيل مباشرة. قبل لا راه كتهضر مع امبلويور كيقول لك ما خصكش، بون امبلويور وي ديالاش فيرم ديال الكونتابيليتي كابيني دي كونتابيليتي بارفي فين في مونريال، ما غاديش تعرف فين كاين لادريس اكزاكت شكون والتليفون نو سا ريست كونفيدونسيال، تيبغيوك من بعد باش كيعطوك المعلومات كلها، حتى كاع كيقولوا لك جي دير عندنا جي شوفنا تعرف علينا وداك الشيء كيجيبوك عندهم. علاش لي زومبلوير؟ لان حتى هما كيبغيو يفيريفيو هذيك لي زونتيسيدون ديالك، كيبغيو يفيريفيو واش فريمون فيزيت كاليفي، كتكون شي مسؤوليه قانونيه انا ما كتعرفوهاش، كيردوا على المكتب ماشي مباشره، ما عرفتش ما يطيحش معاك انت بمشاكل يطيح معاك بمساهات وداك الشيء، كيقول لك راه المكتب انت اللي مسؤول عليه، اذا كيولي هو شاد في المكتب وحنا كنشدو فيك بهذا المعنى. يعني هنا كلشي كيرجع اسبي ليغال، هادشي اللي كنقول لكم راه مهم. الناس بصح ديك انك راه ممكنش تحصل على عقد عمل راسك، وي ممكن كاين وشفتهم راسهم، وكنشجعكم بطريقه بلاتي احسن ماشي اوبن كيف كنقولوا نو، بلاتي احسن القيتي اكمل الاجراءات ديالك مرحبا، وانا كنعطيكم كنقولوا سا مارش بيان، راه لا شي امبلوي قال لك وانا ما نفهمش ولا هذه، قول له عندي الروبريزونطون ديالي، انا مكتب ديالي مكتب استشاره ديالنا بير كندا كنعطيكم موافق، انتم وافقتوا علينا علي انا كمسؤول كمسيي مرحبا بكم، ها الروبريزونطون ديالي، حنا نوبوا عليك في الاجراءات وندخلوا في اتصال مع لومبلويور، راه كتعطي واحد لا كريديبيليتي لهذاك لومبلويور. علاش كنقول لكم وي حنا سي ان دوسي بالنسبه لنا، ولكن انت راه كتعطي من كريديبيليتي اونفير داك لومبلويور انك فيزيت سيريو و فيزافي كيلكان كي سون سيريو كي سون اكريديتي، كنعاود الكلمه اللي نوب عليك قانونيا باش تحصل على داك وتكمل الاجراءات سيبوزون لقيتي شي واحد، لان تا هو داك المشغل راه كيبغي يحمي راسو وكيبغي يدير امور قانونيه، راه مايمكنش واحد شركه ولا اونتربريز ولا كابيني شيف دافير ديالها دي مليون دولار، وي دي مليون دولار عاد يدخل في مشاكل معاك نتا على قبل شي حاجه ماشي هي هذه كونفلي هذه ما كيبغيوش، بحال هادشي كيدوزو على طريق مكتب باش كيكون المكتب مسؤول عليك ومسؤول امام لومبلويير. هذا هو لو تريك، كنتمنى لكم ان هاد الامور تفيدكم، وكنتمنى لكم التوفيق مكتب استشارات معتمد بالمغرب بمراكش فقط وهنا بكندا بمونريال، مرحبا بكم وقريبا في اسبانيا. شكرا لكم اي بلاد.